أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني سعي حزبه لإنهاء جميع الخلافات مع الجهات السياسية في بغداد، وفي كلمة ألقاها خلال تجمع انتخابي في السليمانية قال بارزاني إن كردستان لجميع الكردستانيين وإن احتكار السلطة يجب أن ينتهي، لافتا إلى أن حزبه وأنصاره لن يتوحدوا مع من لا يؤمن بمن لا يؤمنون به. نريد حل جميع مشاكلنا مع بغداد ومع الأطراف الأخرى، لكن ذلك لا يعني أننا نتراجع عن مبادئنا. يجري الحديث كثيرا عن إعادة ترتيب البيت الكردي وتوحيده، ونحن سنواصل جهودنا في هذا المجال، لكن لا يمكن أن نتوحد مع من لا يؤمن بما نؤمن به. يجب أن ينتهي هذا الوضع. كردستان لجميع الكردستانيين، ويجب أن ينتهي احتكار السلطة، وتعلمون جيدا من يحتكرها. ندرك معاناتكم جيدا، وإن شاء الله ستنتهي معاناتكم بعد 30 من أيلول.